اهلا وسهلا بيكم، انا كريستينا صامويل من شركه ام توين للتسويق والاستثمار العقاري. النهارده جاي اتكلم معاكم عن احدث مشروع نزل في الحي المالي في العاصمه الاداريه الجديده. الحي المالي كنا اتكلمنا عنه قبل كده في فيديوهات، انه بيتميز انه موجود بجوار الحي الحكومي. الحي الحكومي اللي فيه اكتر من 36 وزاره، في منها السنه دي موظفين هيتنقلوا ويبتدوا شغل فيها شهر 6 اللي جاي. بنتكلم في اكتر من 50,000 فرد موظف هيتنقل السنه دي يشتغل فيها، غير كمان انه المونوريل، محطه المونوريل هتكون بتشتغل ان شاء الله في 2024، يعني بنتكلم كمان سنه. فبرايم لوكيشن المنطقه دي لما يكون بيفتح فيها مشروع جديد انه الاستثمار بتاعنا كله بيتجه ليها. طب ايه المشروع اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده؟ هو برو مارك التابع لشركه مطوع. شركه مطوع من اكبر المطورين اللي ليهم سابقه اعمال في العاصمه الاداريه الجديده. احنا بنتكلم ان هي موجوده في السوق العقاري من 1998، يعني ليها خبره اكتر من 23 سنه. العباءه الماليه بتاعتها بتقدر بمليار و200 مليون جنيه. ليها سابقة اعمال قويه جدا في التجمع الخامس، نتيجه ان هم ليهم خبره اكتر من 23 سنه، دخلوا في مجالات متنوعه في التطوير العقاري زي المجال السكني والتجاري والاداري وكمان السياحي. كمان هم سلموا في داخل التجمع الخامس اكتر من مشروع سكني تم تسليمها بالكامل قبل مواعيد الجدول الزمني بتاعها في التسليمات، وكمان كانت موافقه للاشتراطات اللي موجوده في العقود سواء مواصفات تشطيب او كمان انشاء زي لايف هوم وميني كومباوند سكاي فيو وسكاي فيو بريمير. ليهم اكتر من مشروع دلوقتي تحت الانشاء زي مشروع لافيدا اللي موجود في منطقه هليوبلس الجديده، وده كومباوند سكني متكامل بالخدمات بتاعته. مشروع بلو بلو الموجود في العين السخنه. كمان بنتكلم عن المولات التجاريه والاداريه اللي موجوده في التجمع الخامس، في مول اتش كيو الموجود في القطاع الاول داخل التجمع الخامس على 90 الشمالي، وكمان مول بريميوم بزنس سنتر اللي موجود في التجمع الخامس في القطاع الثاني على شارع 90 الجنوب. كمان الشركه اتعاقدت مع استشاري هندسي قوي جدا وهي شركه اي سي جي، جماعه المهندسين الاستشاريين. الشركة دي موجودة بقالها 50 سنة في مجال الاستشارات الهندسية، وبالتالي ليها سابقة أعمال قوية جدا سواء في مصر أو خارج مصر. لما نيجي نتكلم عن أبرز المشاريع اللي هي كانت استشاري هندسي ليها داخل مصر، احنا بنتكلم عن فندق الماسة، عن مطار القاهرة الدولي، بنتكلم كمان عن بنك كيو ام بي، ومن أحدث مشروعاتها مباني الوزارات الموجودة في الحي الحكومي داخل العاصمة الإدارية الجديدة. من أبرز سابقة أعمالها خارج مصر فندق فور سيزون الموجود في السعودية، وكمان القنصلية الملكية العامة للمملكة العربية السعودية. كمان صممت مبنى للمكاتب لمنظمة الصحة العالمية موجودة في دولة الصومال. دلوقتي هنتكلم عن أميز نقطة موجودة في مشروع برو مارك، هو اللوكيشن بتاعها. زي ما اتكلمنا في بداية الفيديو ان هو موجود في الحي المالي بجوار الحي الحكومي، وميزة بقى المول ده ان هو اصلا في اخر قطعة ارض في الحي المالي بتطل على الحي الحكومي، فهي بتطل على وزارة المالية بالمباني الثلاثية بتاعتها. كمان هي قدامها على طول المكتبة المركزية، تعتبر اكبر مكتبة موجودة في الشرق الاوسط، مجمع السليمات الموجود في الحي المالي، ما فيش دقيقتين هنكون في البنك المركزي. موجود حواليها مجموعة من البنوك الموجودة في مصر زي CIB، QNB، بنك القاهرة، بنك الأهلي. كمان احنا بنتكلم ان اميز المشاريع اللي موجودة جنبيها 60 مول ماركي، مفيش ما بينها وما بين محطة المونوريل 3 دقايق. كمان الترام الداخلي للحي المالي والحي الحكومي بيعدي من قدام المشروع، فده بيخلي ان المشروع نفسه اللوكيشن بتاعه سهل الوصول اليه. جنبيه خدمات اللي تقدر تخدم على اي مكتب اداري موجود فيها، التجاري فيه بيخدم على كمية مشروعات سواء إدارية، بنتكلم عن وزارة المالية اللي أكيد مش هيكون موجود فيها أي حاجة تجارية بتخدم عليه، بنتكلم كمان عن البنوك الموجودة جنبيه. كل ده بيساعد إن المشروع يبيع نفسه بنفسه ويكون فيه ترافيك عالي عليه. خلينا نتكلم تفصيليا أكتر عن المشروع. المشروع بيتكون من 2 بيزمنت جراشات بالكامل، بنتكلم عن أرضي وأول تجاري و6 أدوار إداري. لما نيجي نتكلم تفصيليا هنلاقي انه المساحات بتبتدي معايا من 30 متر سواء تجاري او اداري. التجاري بنستلمه طوب احمر زي بقيه المشاريع اللي موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، والاداري بنستلمه متشطب بالكامل. ميزه كمان المشروع دي الارتفاعات الدور، يعني احنا بنتكلم في التجاري ارتفاع الدور 5.40 متر، فسهل جدا ان انا اعمل فيه ميزانين وهيكون لطيف معايا وهيساعدني في الديكور بتاعي. الاداري بنتكلم في 3.60 متر ارتفاع الدور، ده بيخلي الواحد
من الاشتراطات اصلا الموجوده هندسيا ان احنا نبني المكتب يكون فيه ارتفاع عالي ان الموظف نفسه يحس بالراحه، وهيكون فيه الاضاءه داخله بسهوله جدا. من اهم مميزاته نوفر 2 ميتنج روم للمكاتب الاداريه الموجوده في المبنى. كمان بعض المكاتب الاداريه فيها تراسات بتطل على الحي الحكومي وعلى الحديقه المركزيه الموجوده في قلب الحي المالي. كمان ان توفر 5 اسانسيرات، في منه اسانسير منفصل للتجاري واسانسيرات منفصله للمكاتب الاداريه، فده بيخلي انه فيه خصوصيه اكتر. كمان نستخدم في الواجهات الرخام والازاز احتراما للحي الحكومي اللي هو بيطل عليه. طرق السداد بتوصل معانا ل 10 سنين. وبكده تكون انتهينا من شرح مشروع برو مارك التابع لشركه مطوع للمقارنات ما بين المباني الاداريه الموجوده في الحي المالي وموجوده في العاصمه الاداريه كامله، وكمان المباني التجارية والوحدات السكنية. كلمونا على الأرقام الظاهرة على الشاشة أو تواصلوا معانا على الصفحة الرسمية بتاعتنا على الفيسبوك. في تيم كامل هيساعد حضرتك لاختيار الوحدة المناسبة للاستثمار. ما تنسوش تعملونا سبسكرايب ليوصلك كل الفيديوهات الجديدة الخاصة بمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.